من الركنية الرأسية تدخل الدفاعي كرة طويلة لأمانغوا وحده بين الثلاثي كرة تعود من جانب أوبامي للحارس بابا جبريل ممتاز كان هلال محمد في الكرة هذه لكن تبقى من جديد كرة إلى كلاوديو لوتشيانو والتغطية الجيدة من دفاع نادي الخور دفاعية نادي الخور إلى حد الآن متميز وثابت مقارنة لنادي الشحانية يلعب الكرة مع كلاوديو لوتشيانو كلاوديو فاسكيز قطع الكرة من أوبامي كرة لنادي الأخور في محاولة للتقدم محاولة الدفعة المعنوية الكبيرة جدا لتحيل بأن يفكر في البحث عن الاستمرارية في تسجيل عدد أكبر من الأهداف ونحن نتحدث له لا يريد بكل تأكيد أن يعاني كما عانى في الموسم الماضي كرة بتلعب بتعود في منتصف الملعب الكرة ما زالت في أرضية الملعب موسم في العديد من التغييرات في منتصف الملعب تقطع يوسف العربي تبعد من أمامه نقلة في الجهة اليمين ما زالت المحاولة مستمرة ضاعت فرصة العودة للمباراة ضاعت فرصة هدف التعديل لتعود الكرة مرة أخرى ميلسون فرصة متاحة مناسبة البحث عن المساندة الكرة تعود مجددا لصالح نادي الخور في منتصف الملعب نقلة للأمام وتقدم وانطلاقة كرة هنا أحمد ياسين أحمد ياسين متى ما تهيأت الفرصة بالنسبة له أتى بتصويبة بالتالي أتى بتصويبة لكن التصويبة كانت سهلة في أحضان حارس المرمى هلال محمد يأتي بكرة لكن لمصلحة نادي الخور لكن يبدأ شوط المباراة الثاني بدون أي مشاكل يعني يبدأ شوط المباراة الثاني بدون أي استعجال لا يستعجل تماما لأحداث هذه لمصلحة الخور في هذه اللحظات هلال محمد
We'll be right back.